ولن تستطيع إلا الصوم، فإنه لي وأنا أجزي به. تعرف لماذا؟ إنه سر بين العبد وربه. من يمنعك إذا خلوت بريدة في ظلام الليل أو في قعر النهار أو في شارع أو بيت أو غرفة؟ من يمنعك أن تعصي ربك فتأكل طعاما أو تشرب شرابا؟ من يمنعك؟ إنه خوفك من الله جل وعلا، صبرك على هذا. أتعرف ما أجرك؟ إنما يوفى الصابرون أجرهم. متى يا رب؟ في الصائم فرحتان. فرحة إذا أفطر فرح بفطره، فرح. كم يفرح الصائمون، كم يفرح المخلصون، كم يفرح الصادقون حين يفطر فيقول اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت. والفرحة الأعظم والأكبر إذا لقي ربه فرح بصومه. إنما يوفى الصابرون أجرهم، يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. هذه بعض فضائلها. هل أنت مستعد الآن يا عبد الله؟ هل أنت مشمر أن تتعب وتعطش في سبيل الله؟ أن تتعب هذه الرجلان وتتفطر القدمان من أجل الله تبارك وتعالى؟ كان الصالحون يصومون ويقومون الليل في غير رمضان، فإذا جاء رمضان خف عليهم. هذا الإمام أحمد، تعرف كم كان يقوم؟ يقول ابنه عبد الله كان يقوم كل ليلة 300 ركعة، يصلي 300 ركعة يا عبد الله. فلما فتن وضرب وجلد الإمام أحمد، الإمام أحمد لما رمي في السجن في ليلة قارسة باردة شديدة البرودة، يقول عن نفسه بعد 160 جلدة، يقول دخلت وأتحسس في ظلام دامس وبرد قارس، يقول أتحسس فوقعت يدي على ماء بارد، يقول فأخذت وتوضأ، يقول وأخذت أصلي حتى الفجر. تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم. الليل دعاء، بكاء، تضرع، هكذا الصائمون الصادقون. تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم، يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. قالوا يا إمام قلها وتخلص. قال لا، القرآن كلام الله. فمكث في السجن تعرف كم؟ 28 شهرا لم يفطر فيها يوما واحدا، سرد الصوم كله. وأن تصوموا خير لكم، خير لكم. نعم، الصوم ما أحلاه وما أعظمه. بعضهم عند الاحتضار قيل له لم تبكي؟ قال لا أبكي إلا على ظمأ الهواجر ومكابدة الليل، أبكي لأنني فارقت أيام حر كنت أصومها لله عز وجل. أين هي الآن؟ فقدتها. ما ألذها وما أحلاه، أحلى أيام حياته. والآخر يقول على مكابدة الليل. الإمام أحمد لما أخرج من السجن كان يقوم قبل السجن 300 ركعة، لما تعب بعد السجن كان يقوم في الليلة الواحدة 150 ركعة يقومها في ليلة واحدة، وكان عمره تعرف كم سنة؟ تجاوز 80، أكثر من 80 عام. هذا عثمان بن عفان كانوا يتلذذون بقيام الليل. يا من يقبل عليهم شهر رمضان، لم تعدون لياليه؟ ولم تترقبونه؟ ولم تتأهبون للقائه؟ إن لم يكن لهذا فبئس الاستعداد والترقب. عثمان كان يقوم الليل كله بالقرآن، يختم القرآن كله في ليلة، حتى قال ابن عمر فيه نزل قول الله: أمن هو قانت آناء الليل، آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. وفيهم قال الشاعر: اسمع وتدبر يا عبد الله، اسمع إلى صفات عباد الله. إن يعجبونك أن تذوق مناما
عجيب. تقول لي وهل أحد ينام في رمضان؟ أقول لك حدث ولا حرج. عمن يضيع نهار رمضان وليالي رمضان بالنوم والكسل والتواني، ينام في شهر رمضان أكثر من 10 ساعات. هل سمعت بهذا؟ مسكين مسكين من ضيع نهار رمضان وليالي رمضان بلهو ولغو ونوم. امنع جفونك أن تذوق مناما، وذر الدموع على الخدود سجاما، واعلم بأنك ميت ومحاسب، يا من على سخط الجليل أقاما. لله قوم أخلصوا في حبه، رضى بهم واختصهم خداما. قوم إذا جن الظلام عليهم، أبصرت قوما سجدا وقياما. فسيغنمون عرائسا بعرائس، ويبوؤون من الجنان خياما. وتقر أعينهم بما أخفي لهم، وسيسمعون من الجليل سلاما. يتلذذون بذكري في ليلهم، ويكابدون لدى النهار صياما. نعم، نهارهم قرآن وذكر وعبادة ودعاء. فإذا جاء الليل عباد ليل، إذا جن الظلام بهم، كم عابد دمعه بالخد أجراه. وفي النهار وأسد غاب إذا نادى الجهاد بهم، إذا نادى الجهاد بهم هبوا إلى الموت يستجدون رؤياه. نعم، عباد لله جل وعلا. بعض الناس في ليالي رمضان ونهار رمضان، اسمع، هم كالتالي: إذا جاء للدوام للعمل كسول، لا يبالي بالمراجعين، لا يبالي بأحد، حجته إني امرؤ صائم. وهل الصيام يؤدي بك إلى هذا؟ كم فتحت الفتوح في نهار رمضان، وكم انتصر المسلمون في شهر رمضان، وهذا الصائم نائم في عمله، لا يأتي إلا في منتصف الدوام. إن سئل قال إني امرؤ صائم، عطل المراجعين وعطل الناس، وساءت نفسه وخبثت، والحجة إني امرؤ صائم. قد أشقيت نفسك وغيرك، وكنت قدوة سيئة للناس. إذا جاء الليل بعد أن شبع وملأ بطنه، إن جاء يصلي قال: يا إمام، أرحنا من هذه الصلاة، ما أطولها، أزعجتنا بها، مللنا هذه الصلاة الطويلة. أزعج الناس بثقل الصلاة عليه. تعرف لما هي ثقيلة؟ لأن الله جل وعلا سماها عنه وعن أمثاله: وإنها لكبيرة إلا. الصلاة ثقيلة عليهم، إلا على من يا رب؟ وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. ما خشع بها ولا تلذذ بها. يقول للإمام: لا تطيل الصلاة. ثم لما يصلي إلى أين؟ تظنه في بيت الله يجلس. الإمام مالك كان في رمضان يغلق كتب العلم، يغلق مدارس الحديث والإفتاء. تعرف لما؟ يعتكف على القرآن. والشافعي كان في النهار يختم القرآن كله، وفي الليل يختم القرآن مرة ثانية، فلا ينقضي رمضان إلا وختم القرآن 60 ختمة. تظنه ينام كما ينام الناس هذا الزمن؟ أم تظنه يجلس مجالس لغو وغيبة ونميمة ولعب ومسلسلات وأفلام كما يفعل الناس هذا الزمن؟ لا والله، هذا الإمام عرف قدر القرآن في هذا الشهر، لأن الله أنزل القرآن فيه. إنا أنزلناه في ليلة مباركة. بارك الله في هذه الليلة، لما؟ لأن القرآن أنزل فيها. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يجلس في خباء، لا يكلم أحدا ولا يكلم أحد، يعتكف للقاء الله جل وعلا. وكان جبريل دارسه القرآن، وكان السلف من بعده أحدهم في المسجد لا يخرج إلا للوضوء ويرجع بين مصحف وقرآن. أي قراءة نريد؟ هل نريد قرآنا هدا كهد الشعر، أو كقراءة جرائد، أو لتفتخر بين أصحابك قرأت القرآن 2 و3؟ لا، نريد قرآنا كما قرأ السلف. كيف قرأوا؟ هذا أفضل الخلق يقول لصاحبه: اقرأ. فيقول أبو سعيد: قرأ. يقول: حتى وصل